مشاهدينا ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل. حي شبرا واحد من أهم وأكبر أحياء شمال القاهرة. الحقيقة أن حي شبرا كان ليه رونق خاص جدا والأسباب كتير قوي. أول سبب أن شبرا هي كلمة قبطية معناها العزبة أو القرية. كمان الحي ده أنشأه محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة. السر كمان اعتقادي أن وراء تميز حي شبرا واختلافه وخصوصيته أن حي كوزموبوليتاني. وأظن أن ضيفنا العزيز النهاردة اللي بيشرفنا دكتور محمد عفيفي المؤرخ ورئيس قسم التاريخ الحديث بجامعة القاهرة كان ده سببه لإصدار كتاب شبرا اسكندرية صغيرة في القاهرة. دكتور محمد أهلا وسهلا بحضرتك، منورنا النهاردة في معرض سعيد. أهلا بيك. في البداية عايزين نعرف من حضرتك رأيك في معرض الكتاب السنة دي وعن ندوة أمس الخاصة بالكتاب. هو معرض كتاب دايما بيبقى عرس للثقافة، مش بس الثقافة المصرية، عرس للثقافة العربية، وهو المفترض فيه انه اكبر حدث ثقافي عربي في الحقيقة، وبيرجع الفضل لإنشائه لثروة عكاشة في عام 69 لما حب يوضح بعد هزيمة 67 ان مصر وقوتها الناعمة باقية. فعمل معرض الكتاب سنة 69 ونجح، ومن ساعتها استمر. وبالتالي استمرارية المعرض سنويا أتصور أنه في حد ذاته تحدي كبير، وعشان كده كلنا كنا فرحانين أن المعرض السنة دي اكتمل أو حدث رغم كل الظروف الصعبة اللي بتمر بيها مصر وبتمر بيها الثقافة المصرية. طيب وعن ندوة الكتاب مرت إزاي؟ الندوة كانت جميلة لأن حضر كتير من الجمهور من أهل شبرا. أبرزهم؟ الجمهور العادي خالص، يعني قبل كده كان في حفل توقيع في المجلس الأعلى للثقافة للكتاب، فحضر مشاهير شبرا زي أسرة العدل السينمائية كلهم من شبرا. كان الدكتور محمد عادل كان حاضر، دكتور سمير سيف المخرج الكبير، المطربة الشهيرة سيمون كانت موجودة، أستاذ عصام السيد المخرج المسرحي. ففي كتير جدا من مشاهير شبرا في الحقيقة، لأن شبرا أخرجت مجموعة من أهم كتاب وفنانين وسياسيين كمان من شبرا. طيب في البداية بقى عايزين نعرف شوية أسرار كده عن حي شبرا حضرتك ممكن تكون ذكرتها في الكتاب. يعني حي شبرا اللذيذ فيه ان كل ما تدوري على حد من كبار المشاهير تلاقيه من شبرا، لان ده طبيعي، لان ده كان الامتداد الطبيعي للقاهره والتوسع الاكبر للقاهره. في نفس الوقت هو الحي اللي امتزج فيه الاجانب مع المصريين مع العرب، لان كان في جاليه شاميه كتيره، المسلمين مع المسيحيين مع حتى اليهود، كان في يهود، ويخرج لنا أشياء جميلة. من ضمن الأسرار مثلا أو الأشياء الجميلة جدا إن استوديو المخرج الكبير محمد بيملو أبو السينما المصرية لما رجع من ألمانيا في العشرينات عملوا فيه شبرا، فبالتالي شبرا هي اللي قدمت السينما لمصر، وده وجه التشابه. فنانين كتير جدا من شبرا طبعا، من اول الاجيال القديمه، يعني المخرج الكبير بركات اشهر افلامه الحرام لحسين رياض، وصولا حتى الاجيال اللي بعد كده، استاذه الكبيره سميحه ايوب، الاستاذ الكبير يوسف شعبان، وصولا حتى الفنانين ومنى عبد الغاني، مدحت صالح، سيمون. وفنانين كمان ليهم طابع خاص ومذاق خاص مختلفين طبعا. فهو حي الثقافة والفن والسياسة كمان، يعني في سياسيين كتير طلعوا من شبرا يعني، وكتاب أشهرهم جمال حمدان. كمان مثلا من ضمن الحاجات اللذيذة، كل أهل القاهرة وكل مصر يعرفوا أحمد حلمي وشارع أحمد حلمي، محدش يعرف أن أحمد حلمي ده هو صحفي وده رمز حرية الصحافة المصرية، وإنه أول واحد حكم بتهمة العيب في الذات الملكية، وأصبح رمز في نقابة الصحفيين، في يعني رمز تشييدي ليه باسمه إنه رمز الصحافة وحرية الصحافة، وإنه أيضا هو جد أحد أهم وأشهر الشعراء المصريين صلاح جاهين، واللي اتولد برضه من شبرا.
من شبرا. او في شبرا كل الناس المتميزه طالعه من الحي ده، حاجه غريبه جدا، حي يعني مركب تركيبة بالزبط. غريبة، وشخصياتهم حضرتك تحس ان هي مختلفة عن باقي الناس اللي طالعة من اماكن كتير. طيب ليه حضرتك بقى يعني شبهت شبرا باسكندرية مع انهم مختلفين في المساحة والتصنيف وكل بالزبط. شيء؟ في حاجات كتيرة جدا، اولها البعد العالمي اللي هو الكوزموبوليتاني. اسكندرية ضمت اجانب ومصريين وشوام زي شبرا بالظبط. اشهر خواجايه من شبرا هي داليدا اللي اصبحت اشهر مطربه عالميه كلها، وهي كانت ملكه جمال مصر على فكره في فتره 54-55. تاني حاجه، زي ما السينما دخلت مصر عن طريق اسكندريه، السينما دخلت القاهره عن طريق شبرا. في نفس الوقت الارتباط بالمكان، الاسكندرانيه دايما عندهم حنين للمكان وارتباط بالمكان، الشبراويه نفس الشيء. الفن والثقافة في اسكندرية والفن والثقافة في شبرا، الانفتاح على البحر في اسكندرية والانفتاح على النيل في شبرا. كتير من الناس ما تعرفش مثلا ان شبرا كان ليها ميناء، الميناء بتاع رود الفرج، وده اللي كان بينقل فيه ولحد يمكن دلوقتي الغلال والبضائع وحتى الناس والسكان. وفي نفس الوقت زي كورنيش اسكندريه ما كان مناره للفن والثقافه، كورنيش رود الفرج كان مناره للفن والمسرح، والمسارح كانت موجوده في رود الفرج قبل ما تتنقل بعد كده لعماد الدين، واشهرها مسرح علي الكسار على سبيل المثال. الخلطه دي خلت في نوعيه مختلفه من السكان اللي هم بنسميهم شبراويه، اللي هم مهما بعدوا يحبوا والحنين لشبرا، وانه لما يبقى متضايق حتى لو سكن بعيد يرجع تاني بسرعه، يرجع تاني لنفس المكان. طيب ابرز معالم حي شبرا؟ في حاجات كتيره جدا طبعا، لسه كنا بنتكلم عن شارع احمد حلمي اللي هو طبعا الرمز، لكن كمان في قصور ملكيه اتحولت لمدارس. يعني قصر النزهة ده كان قصر الخديوي وتبرع بيه وأقيم فيه واحدة من أشهر مدارس القاهرة ومصر، مدرسة التوفيقية على سبيل المثال. قصر الأمير عمر طوسن الشهير وتبرع بيه واتعمل مدرسة ثانوي اللي هي مدرسة شبرا الثانوية. في كنيسة سانت تريزا اللي هي أصبحت مزار للمسلمين والمسيحيين، وممكن نلاقي فيها لوحة باسم عبد الحليم حافظ تبرك عشان الصحة، وبنت محمد عبد الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. وفي الحقيقة سانت تريزا مثلا هي في عند المصريين هي إيزيس الفرعونية، وهي العذراء مريم بعد كده، وهي السيدة زينب، فكرة المرأة الأم. فدي متواجدة ومتوارثة، مرتبطين بيها الشبراوية. والسينمات بتاعت شبرا اللي أصبحت حتى الآن معلم على قنوات فضائية سينمائية، شبرا بالاس ودولي. في أشياء جميلة جدا، يعني نادي إسكو اللي كان موجود اللي ما يزال موجود، هو في الحقيقة في الأصل نادي الجالية اليونانية في شبرا قبل كده. كلية الهندسة اللي في شبرا هي في الأصل مدرسة الإيطالية. في أشياء كتيرة جدا، كلية أصول الدين حتى بتاعت الأزهر اللي موجودة دلوقتي في خارج، هي أصلا كانت موجودة في شبرا. فإلى هذا الحد كله، إن مثلا هذا الحي طلع البابا شنودة، شاب نظير جيد الجيم الصعيد وعاش في شبرا، ويطلع شيوخ الأزهر الشيخ حمروش والشيخ محمد أبو زهرة والشيخ خلاف، واللي كانوا بيقعدوا على قهاوي شبرا عادي جدا، ويطلع داليدا المطربة العالمية. هي دي الروح، الخلطة السرية بتاعت الخلطة السرية حي شبرا. ده روح التسامح والأخاء وقبول الآخر قبل ما العالم وحتى قبل ما أوروبا تعرف هذا المصطلح. طيب التغير المجتمعي اللي موجود بقى دلوقتي والتطور في شكل حي شبرا وفي شكل ناسه، حضرتك أكيد برضو ذكرته في الكتاب. صحيح. كلمنا حضرتك عن الشكل الجديد لحي شبرا وعن الناس اللي موجودين فيه دلوقتي. للأسف دايما كانت شبرا بتستقبل هجرات، سواء هجرات من الدلتا من الصعيد أو حتى من شرق البحر المتوسط كله.
لكن كلهم كانوا بيدوبوا في الخلطه السحريه زي ما حضرتك قلت، الخلطه السحريه بتاعت شبرا. اللي حصل في اواخر السبعينات ان في هجرات جديده ظهرت ودخلت على شبرا غيرت الطابع بتاعه. كانت دايما شبرا والمدينه هي اللي بتغير الريف المصري. اللي حصل ترييف للمدن وترييف لشبرا بشكل كبير جدا، وتحول للعادات والتقاليد والعلاقة بين الولد والبنت، العلاقة بين المسلم والمسيحي، كل ده اتغير للأسف الشديد، وبقى في رفض للآخر نتيجة الهجرات الجديدة اللي سحبت قيم مش هي قيم الحقيقية لشبرا. فده كان تأثير كده طبعا طبعا. طيب، حي شبرا كان أغلبه من الأقباط المسيحيين، لكن ده ما منعش دخول السلفيين برضو الحي ده. الحقيقة ده عمل يعني تضاد ديني صارخ جدا، وكان واضح جدا وظاهر في أيام الثورة. ده كان ليه أكيد أسباب رئيسية. إيه هي الأسباب دي؟ حي شبرا مثلا كان هو رمز للوحدة الوطنية. الأم السرجيوس اللي هو الرجل الدين المسيحي اللي خطب على الأزهر، واللي يمكن الناس بتفتكره من في آخر فيلم بين القصرين، في صور ومشاهد لثورة 19 والأسيس اللي بيطلع على منبر الأزهر. الحقيقة هو ده الأم السرجيوس. ده رشح نفسه في مثلا في انتخابات مجلس النواب في سنة 49 في شبرا. في بداية السبعينات الأم زبولس بسيلي رشح نفسه في انتخابات مجلس الأمة ونجح، وهو رجل دين، دلالة على التسامح والحب. لكن فجأة بتظهر الحركة السلفية في النصف الثاني من السبعينات، وبتزداد في أواخر السبعينات، وبتغير تركيبة شبرا، وبترفض الآخر بشكل كبير جدا. الآخر ده سواء كان أجنبي، سواء كان مسيحي، سواء كان غير سلفي. طب وليه حصل قبول من يعني من ابناء شبرا للوضع ده؟ ما حصلش ده؟ قبول للاسف. اهل كتير من اهل شبرا خرجوا منها نتيجه ان مش دي شبرا اللي احنا كنا عايشين فيها. فعشان كده حاليا الابناء الشبراويه، وحتى لما عملت حفل التوقيع وحضروا كتير من مشاهير شبرا، كانت الفكره ازاي نرجع شبرا تاني، شبرا بتاعتنا، شبرا بتاعت مصر بأبناء شبرا. عشان كده بنفكر أبناء شبرا إن احنا نعمل شبه تجمع، إن احنا نرجع شبرا. تصوري حضرتك كده لما مثلا أستاذة سميحة أيوب ترجع شبرا، ده تأثيره إيه على الناس؟ لما أستاذ يوسف شعبان سيمون ترجع وتغني، مدحت صالح، السياسيين بتوع شبرا، الكتاب، الفنانين، هنا هنرجع لما ننزل مدارس شبرا، هنا هنرجع تاني ونفكر الأجيال الجديدة والقدوة كمان بإن في تاريخ. أتصور إذا كنا فعلا عايزين نواجه التطرف والإرهاب هو ده. فعشان كده يعني أنا بدعو كل أبناء شبرا في الحقيقة إلى التكاتف والاتصال، إن احنا نعمل حاجة لشبرا من جديد. أكيد حضرتك طبعا التقيت بشخصيات عامة كتير من حي شبرا، وأكيد كان ليهم يعني كلمات في الكتاب، ذكريات، كلمات، حاجات هم كانوا بيفتكروها، حاجات نفسهم تحصل. من أبرز يعني المواقف اللي حضرتك سمعتها منهم كانت إيه؟ يعني أنا كان من ضمن الحاجات الجميلة جدا إن أنا عملت أورال هيستوري أو تاريخ شفاهي، مقابلة مع دكتور مرسي سعد الدين اللي هو كان رئيس هيئة الاستعلامات والإعلام الكبير، وهو أخو بليغ حمدي. ودول أبناء شبرا. فيحكي لنا على سنوات الأربعينات وإزاي إن شارع شبرا ده كأنه كان شارع في روما، والإيطاليين كانوا بيمشوا فيه يعملوا استعراضات من أجل نصرة موسوليني والإيطالية. كأنه بالضبط هو شارع كأنه شبرا كأنه جزء من روما يعني. جزء من روما بالشكل الجميل ده. في مثلا المهندس والمعماري الكبير عصام صفي الدين، وده واحد من اكبر المعماريين في مصر، قال لي انه تعلم حب العماره من خلال رحلاته في تروماي شبرا الشهير، وهو بيبص على العمارات. وفعلا هو رسم او حاول يستعيد شكل العمارات زي ما كان بيتخيل. فقد كده ده زرع في ابناء شبرا حب العمارة. المخرج الكبير بركات اللي هو أشهر أفلامه الحرام، قال أنا حبيت السينما من خلال السينما اللي قدام بيتنا في جزيرة بدران، اللي هي مكانها دلوقتي موقف أحمد حلمي. فقد كده المكان
أثر في الناس وبقت في علاقة حميمية. كل دي أشياء جميلة عايزين نرجعها تاني. دكتور محمد عفيفي رئيس قسم التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة، وبنتمنى طبعا لكتاب شبرا اسكندرية صغيرة في القاهرة كل النجاح والتوفيق بإذن الله. شكرا. بتمنى ان شبرا وابناء شبرا يرجعوا شبرا تاني. اكيد كلنا بنتمنى، وبنتمنى طبعا من كل الناس ان هم يقروا الكتاب ويستمتعوا فعلا بالتاريخ، يعني ده كتاب يعني بيؤرخ يعني مكان فعلا زي ما قلنا في خلطة كده سحرية جميلة. صحيح. أكيد لو هم قروا أكيد هيستفيدوا كتير. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك. شكرا. مشاهدينا هنطلع لفاصل سريع بس مكملين معاكم. آخر حاجة إن احنا الختام بيني أنا وريهام.